بتأثر حضرتك كان عليها؟ 60 70 واحد، 100 واحد موجودين، 100 محامي كانوا موجودين بيعبروا عن قصد زمايلهم. لا 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 مطرة لحظة بس، والدنيا كانت نازمة يا سيدي. أنا هفترض إن هم 1000، مش زعلان من الرقم، هفترض إن هم 1000. أجيب العقد وأنزل وأوريهم العقد، عجبهم العقد، الباقيين مش من حقهم يشوفوا العقد بنفس الطريقة اللي أنا عملتها مع الألف اللي حضروا. طب ما هو في قضايا مرفوعة بشأن إظهار العقد ده، ده موضوع تاني. أنا بكلمك الأول من حيث المبدأ، هل ده يجوز؟ لا أنا بقول لك لا يجوز، ما فيش حد. أنا بس عايز حضرتك تبقى هادي عليا. ليه بقى؟ لأن أنا النهاردة بمثل محامين مصر، تمام، وأنا مفوض منهم. أنا لو تشوف على الفيسبوك الناس بتقول إيه وطالبة مني أسئلة كتير قوي. لا لا أنا برضو، لأن أنا برضو يعني إيه، لا أنا بحتاج أولا، أنت مش بتمثل محامين مصر، أنا اللي بمثل محامين مصر. لا أنا منتخب. أنت بتمثل، أنت بتمثل، بعثوا لك برسائل إعلاميا يا معالي النقيب، مش إعلاميا، إعلاميا مش مجلس النقابة. أنا على فكرة ماشي يعني ما مش نقابي، مش بتاع نقابات يعني. لا بس أنت خبير إعلامي وراجل قانوني وفاهم. أنا قانوني فاهم وفاهم، أنا قانوني، أقدم إعلام أو ثقافة قانونية في الإعلام، تمام، علشان بس الحته دي مهمه جدا لانها ممكن تسبب لي مشكله في نقابه المحامي. انا قانوني اقدم ثقافه قانونيه في الاعلام، تمام، عشان لما الحلقه تسخن ده ما يستخدمش ضدي يعني. طيب نرجع تاني لموضوع القرض، لان القرض ده طب ليه الناس زعلانه؟ ليه الناس زعلانه وبيتكلموا في الموضوع ده؟ وفي ناس منهم اعضاء مجلس نقابه طلعوا 5 قالوا لا ما شفناش حاجه وما اتكلمناش في حاجه، ومعالي النقيب فرض علينا الوضع وما نعرفش حاجه عن اي حاجه. اولا هذا كلام غير صحيح، غير صحيح الكلام ده. هو من حق اي حد يختلف ويقول هذا المشروع مش عاجبني، هذا المشروع انا مش شايف ان هو ينفع نقابه المحامين، هذا المشروع فيه خطوره على نقابه المحامين. ده كلام مهم ومحترم ان احنا نسمعه. اولا عشان اريحك، 90% من اعضاء مجلس النقابه شافوا العقد، والعشرة كل من طلب ما شافوش ليه؟ لانه ما طلبش، ما طلبش. اللي طلب اللي طلب بيطلب ايه؟ يجي على الفيس طلع لي العقد. ده مش عايز يطلع على العقد، ده عايز يسيء للعقد، عايز ينشر فيصور فيشير. هو العقد ده مش فيه طرفين يا استاذ ايمن؟ طبعا. هل ينفع انشر عقد بيني وبينك من غير ما تبقى انت سامح بهذا النشر؟ يعني في